شخصين امراتين والكادر كامل مع الاطفال جهز تحت الانفاض ولا نستطيع اخراجهم لا بالباقر ولا باي شيء ولا سيله ما لنا غير الله والله يكون بعيد يعوننا يا اهل العرب شو بده يصير فينا نحن شو ذنبنا الاطفال شو ذنبنا مش ذنبنا من الصبح فاجأنا الطيران الغادر بغارتين على مشفى أطباء بلا حدود. نحن عم ننتشل الجثث والمصابين. رجع كمان مرة ثانية عمل غارتين لحظة أثناء العمل رجع طلب مشفى واحد بغارتين شهداء في مصابين. لحد هلا العمل جاري عم ينتشل باقي الإصابات. في احصائي معين للشهداء حوالي 15 شهيد المصابين هلا مصابين كلهم في مصابين جاي حوالي 20 لسه هلا في حوالي 30 او 40 واحد يمكن تحت الانقاض كادر المشفى كادر المشفى هون كله موجود تحت طالعنا قسم منه من كادر المشفى في لسه موجودين تحت الانقاض لم يقتصر قصف الطيران الحربي الروسي أو السوري على حد سواء أماكن استهداف المدنيين في ريف إدلب الجنوبي ولكن اليوم تعاونا معا حيث قام الطيران الحربي الروسي باستهداف مشفى أطباء بلا حدود حتى الآن منذ أكثر من 6 ساعات وفرق الدفاع المدني وأكثر من 4 جرافات تحاول انتشال المصابين هناك حتى أن الأهالي ينتشرون هنا ينتظرون أهاليهم الذين لا يعلمون عنهم شيئا وليس ببعيد عن هنا قام الطيران النظام الحربي باستهداف مشفى 101 في معرة النعمان هنا في إدلب ناهيك عن استهداف الطيران الحربي الروسي في حلبة بتل رفعت وبعزاز هذا ما يفعلون بنا فكيف سيكون التفاوض ووقف إطلاق النار على مدنيين استهدفهم الطيران أكثر من 3 مرات وهم ينتشلون أهاليهم من تحت الأنقاض مصطفى حاج علي وكالة خطوة الإخبارية ريف إدلب الجنوبي